جدا لمجلس الاقليمي اللي ساعد معنا في هذا الكاستينغ باش نحييو لا دوزيام اديسيون دو ميس جوبري. الحمد لله كان واحد التعاون المجلس البلدي، تنشكر بدوري المجلس البلدي باسم رئيس مجلس البلد لمدينه عرائش وكذلك رئيس المجلس الاقليمي الذي تعاون معنا باش نشكو هذا الكاستينغ. اكيد كنشكر جزيل الشكر لاعضاء الجمعيه وفريق المهرجان اللي هو واحد الفريق متكاتل وبزاف خارجين مع سي محمد بن تطوان. شكرا محمد، كتعرف المكانه ديالك عندنا كبيره بزاف، وشكرا بزاف بزاف على كتجي من تطوان باش كتعاوننا وكتآزرنا في هاد الكاستين في مدينه عرائش، وعندك واحد الغيره على هاد المدينه. وصراحه الغيره اللي مكيناش كنا كنتمناو انها تكون في بعض الاشخاص اللي هما من مدينه العرائش. كذلك كنشكر الاساتذه الكبار الموجودين معنا لجنه التحكيم، الاستاذه نوره الجنتي، وان شاء الله غتكون عندنا واحد الندوه صحفيه
بمدينة الرباط باش غنعرفو بالمهرجان وغنعرفو شنو هو الهدف من المهرجان اللي هو هدف سامي وراقي اللي عنده إشعاع سياحي ثقافي وفني للمدينة وهي مدينة العلائق. الأستاذة نورة جلتي قبل كلمتها وأكيد إحنا لجنة تحكيم اللي للتعاون معنا كل يوم تتقبل الكلمة ديالها. صراحة باختصار نقول شيئكم أنا سعيدة ومسرورة أنني وسط منكم وشفت هذه الوجوه النيرة والقلوب الطيبة هذه الجميلات اللي جاو شاركونا هذه الدورة التكوينية. لي كامل الفخر أن أكون مؤطرة لملكة جمال الفراولة وتكون سابقة من عندي. صحيح معروف علي أنا سباقة في كل شيء. وصراحة والشكر للموصول للسيدة الرئيسة اللي فتحت هذه البوابة وخلتني نكون وسط منكم وتعرفوني ثقافة أخرى معنى الجمال وجمال روحي وشوف هاد السيدات اللي ما شاء الله عليهم هاد القاعة وهاد الجمع الكريم كلهم طاقة إيجابية ونظرات جميلة ما شاء الله. أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدي في مدينة العرائش وكنتمنى وتمثلوا المغرب
بينا بيتنا سواء كان العرايش او كانت الصحراء او كانت الشمال او كانت الزرقاء او كانت شيء بالعكس، ودائما كنا نطمح للاجمل والافضل. وهذا الجسد معمر انسان، معمر اي حد بلبسه، معمر شو بحبهم، لان حتى نحسن انفسنا وتبدأوا دائما اشياء جميله بفضل الله ليقطع على الله، لان نحن بعينا نقدم شي حاجه اللي تعطي صاحب البلاد والمراه والطفوله والمدينه كل شيء يستفيد مفيد ولا يستفيد. يعني هذا هو المفروض ديالنا. شكرا على تقوى رسمكم، وتحيه وتقدير للاستاذه منى والجمعيه لانه دائما فسر والدعم لهذه الجمعيه مش تعرف. راه ماشي في دولة تتصفى، هالعام غير تسعونا غير بالتعاون بالمساندة، ما يعتمد عند المساندة، ما يحرموش الإنسان اللي غادي قدام يا ريت باش نرفعو ونمشكو. راه هذا صالح وصالح ولادنا وصالح المغرب وصالح بلاد الشكر. أفكار وكيجيب أفكار، فهذا بحد ذاته نجاح، وكنتمنى التوفيق للجميع.